الضرة مرة لو كانت جرة. شو قصة المثل هذا؟ لا ما أعرفه. فهمت المثل؟ فهمته بس والله ما أعرفه. مش وارد عندكم إشي هيك في الكويت؟ شو الرديف اللي بالكويت؟ رديف؟ لا. الضرة مرة لو كانت جرة. لو كانت جرة ما بعرف والله. يعني. لا والله. إيه عندنا مثل بالكويت أعتقد الذرة هي. إيه حتى لو كانت بالقبر تحر يعني حتى لو كانت إيه حتى لو كانت بالقبر يعني إيه يعني كره بال بالضرة بكل الأحوال. طب شو قصة المثل هذا؟ والله سلام تعرف قصة المثل مرة لو كانت جرة هي لو كانت عنق جرة الأصح عمق الجرة لأن عندك المعلومة كاملة أنت الضرة دائما يكون يعني أفضل من الجرة نفسها لأنه إذا راح العنق تروح الجرة كلها بعد ما شفت. فهمت المثل؟ شو المثل؟ يعني يريد يوصف لك أنه لو كانت الضرة عنق الجرة اللي هي أهم شيء بالجرة ما راح تنفع. أنا مش فاهم هسه. الضرة تعرف شو الضرة؟ الضرة اللي هي الزوجة الثانية. يقول لك الضرة مرة لو كانت عنق جرة يعني لو كانت عنق الجرة اللي هو أهم شيء بالجرة اللي موجود كمان الظل مرة. طيب شو قصة هذا المثل؟ إنه شخص أذكر الموضوع إنه كان شخص إنه بس أكو جرة موجودة بالموضوع هي ماكو ضرة بالموضوع والمرة الأولى يخوف التخويف للأولى بإنه رايح على الثانية رايح على الثانية رايح على الثانية طلع لكن الواضح الموضوع إنه كانت هي جرة أصلاً مو يعني هو أنا اللي فهمته منك إنه كان عنده مرة ثانية لكن هي جرة. هي جرة مو مرة. مجرد يخوف مرته الاولى بالجره الموجوده بس. طيب شو صار بالجره بعدين لما قال انه هي جره قال له هي جره مره الضره مره تو كان جره ما عندي فكره لا يمكن الموضوع لو دخل بتعدد الزوجات مزبوط اها فما عندي فكره بصراحه من وين اجى المثل ما بتعرفي فيه ولا وصف له ولا قصه سامعة لا بس يعني يمكن عشان موضوع الضره مو سهل والله ما بعرف بدك صراحه لا والله ولا سامع فيه لا والله أنا ولا فهمت كلمة. الضرة مرة لو كانت جرة. أنا العربي تبعي مش قوي كثير، أنا مش من هنا، أنا مش هنا. ألمانيا. ما عندكم مثل بألمانيا زي هيك؟ هذا بيحكي عن الزوجات، تعدد الزوجات، إنه الضرة اللي هي المرة الثانية مرة. يعني طعمها سيء. ليش؟ لأنها ضرة. والله ما أنا عارف. يعني الضرة طول عمرها بتكون مرة، يعني حتى لو كانت جرة طبعاً بيشبهوها للمرة وهيك. لا قصة المثل هذا. شو قصته؟ والله ما بعرف نهائي ما مر علي. عندك ضرة؟ لا الحمد لله. الضرة مرة لو كانت الضرة ضرة لو كانت جرة. قصدك عن مين؟ انا مش عارف اول مرة اسمع فيه والله. سمعت مثلا الضرة مرة لو كانت جرة. الضرة اللي هي لو واحد تزوج على مرته. مظبوط. شو قصة المثل؟ انه ما بتنفع حتى لو زي مثلا الجره بتنفع ولا هذه ما بتنفع بالمره الضره ما بتنفع واللي هي صعبه حتى لو كانت صعبه ايوه حتى لو اي شيء بتاثر باي شيء باي كلمه باي شيء ممكن تاثر يعني اللي ياخذ مره ثانيه مالها الضره مره لو كانت جره لو كانت جره شو قصه المثل يعني اللي المره اللي تجيها مره ثانيه المثل يعني يقال في مناسبات مشابهه يعني كأنك تقول يعني أنه هذا المثل ما حصل هكذا إنما أنه كان هناك امرأة يمكن مع امرأة أخرى يعني تزوج عليها زوجها ف يعني لو كانت جرة يعني كسرت الجرة بسبب هذه المرأة أو ما شابه ذلك أتوقع يعني ما بعرف الست ما بتعمل الضرة وبالبيت لما يكون عندي شغلتين نفس الشيء هيك بقولها دائما يعني كأنها القطعة بتكون يعني نفس مكرر عندها بعدين بتستغني عن واحدة بتصير واحدة عزيزة عليها فما بعرف هيك اتوقع انه يعني هيك شيء قديم الزمان كان في شخص متزوج ومرته ما بتنجب اطفال فمرته الحت عليه زوجته الحت عليه انه يتزوج من مراه اخرى فهو كان عنده رفض من هذا الشيء فبعد اصرار كبير منها من الزوجه راح بده يمثل عليها انه هو تزوج فجاب جره وحط عليها ملابس امرأة ماشي وأخذها برفقته ودخل عليها البيت فهون الفكرة انه هو بس جاب الجرة انه على بنيان انها بنت فكانت غيرة المرأة الشديدة او شو عندك
شو يعني عملت؟ حكيت مثل تقريبا ثلثين ضايل ثلث. شو عملت المرأة؟ مو كأنها ضربت الجرة أو ما شابه أو كسرت، عملت حالها مضروبة من الجرة. عملت حالها مضروبة من الجرة، أيوة عملت حالها مضروبة من الجرة وإنه تعبانة. فسألها مين شو مالك إيش فيه؟ حكت له إنه زوجتك الثانية هي اللي قامت علي وضربتني، ومن هالحكي حكى لها هي جرة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، أنت الوحيد اللي جاوبت صح.